رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تلقى التهاني بمناسبة الذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة من قبل المجاهدين من قبل أصدقاء الجزائر من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، بداية بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ثم سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا وسفراء كل من النمسا وألمانيا وفرنسا وإيران وممثل الأمم المتحدة بالجزائر. كما تلقى أيضا التهاني من قبل سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وسفير المملكة العربية السعودية. وحول الأوضاع في فلسطين المكلومة، تبادل السيد الرئيس الحديث مع سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة. رئيس الجمهورية تلقى التهاني أيضا من القائم بالأعمال بسفارة جمهورية تنزانيا الاتحادية وسفراء كل من كوبا، كينيا، بوركينا فاسو، الفاتيكان، مالي، النيجر، والقائم بالأعمال بسفارة إيطاليا، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية الصين الشعبية، والقائم بالأعمال بسفارة جنوب إفريقيا. السيد الرئيس تلقى أيضا التهاني بمناسبة الذكرى من قبل نائب سفير دولة قطر ومن سفير دولة روسيا بالجزائر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.